رسالة الجماهير. إذا عاش العالم من خلال مفهوم الإسلام الذي تقدمه، ألا يؤدي هذا للانحطاط؟ هم بالفعل قد انحطوا. بعد النظام المتشدد التقليدي انحدرت الإمبراطورية العثمانية وتدمرت. البلدان التي انحطت تدمرت. هذا فعلا يحدث في أنظمة التقليديين. في الأنظمة الحرة عندما يوضع القرآن موضع التنفيذ بدقة، فالطيبة الحقيقية والتهذيب الحقيقي والذوق والشجاعة والشخصية القوية ستتحسن. وعلى الجانب الآخر في الأنظمة المنافقة والقمعية يصبح الناس منحرفين ومرضى ومنحطين.